تحية لك ميعاد. في حلقة اليوم من برنامج أغلبية صامتة، رمي المخلفات في الأنهار يهدد الحياة، ما الخطط الواجب اعتمادها للحفاظ على الثروة المائية؟ ابقى معنا. المثل الشعبي البغدادي القديم يقول السخونة تجي من الرجلين، وهذا ينطبق على التلوث الكبير اللي لاحق الثروة المائية واللي سبب الرئيس المؤسسات الحكومية. فأبرز المخالفين في الوقت الحالي هي بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة واللي تقوم برمي المخلفات الطبية والأعضاء المستأصلة، وبعض المصافي والدوائر التابعة لوزارة النفط القريبة من النهر، لا سيما مصفى الدورة والتي ترمي مخلفاتها النفطية في النهر، إضافة إلى بعض المعامل والمبازل وإلقاء النفايات. في حلقة اليوم من برنامج أغلبية صامتة، رمي المخلفات في الأنهار يهدد الحياة، ما الخطط الواجب اعتمادها للحفاظ على الثروة المائية؟ سوف نناقش مخاطر الاستخفاف بتلوث المياه وكيف تجنبها. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام من جديد، وبداية نعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام، وننوه أيضا متابعينا الأكارم بإمكانكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالتعليق على عنوان الحلقة، وبإرسال أيضا برأيكم عبر الرسائل الخاصة، لكون أغلب المدونين والمعلقين يتحفظون على ذكر الأسماء، فبالتالي بإمكانكم أيضا التعليق أيضا وإعطاء آرائكم فيما يخص محور حلقتنا عبر الرسائل الخاصة بصفحة البرنامج أغلبية صامتة، وأيضا بالتعليق عبر تويتر عبر أيضا عنوان الحلقة المرفق في الصفحة، وبالمشاركة والاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وبإمكانكم أيضا مشاهدة البث المباشر عبر صفحة أغلبية صامتة وصفحة التلفزيون الشرقية، وللتواصل عبر التليجرام عبر الأرقام الظاهرة أسفل أو الرقم الظاهر أسفل الشاشة. خلال الأشهر أو عفوا خلال السنوات القليلة الماضية واجهنا مشكلة كبيرة ومرت بصعوبة وأضرت بشكل كبير وأدت إلى نزوح عدد من الأهالي والأحياء والقرى خصوصا في المحافظات الجنوبية، بعد أن تلوثت أو ارتفعت نسب التلوث في نهري دجلة والفرات، وبالإضافة أيضا إلى شح هذه المياه. اليوم وأيضا يعني بما نعمت وفرة الأمطار وأيضا ارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات وأيضا الخزين الماء الجيد مقارنة بالسنوات الماضية، ولكن المواطن وحتى أيضا ليس فقط المواطن بل حتى المؤسسات الحكومية لم تتعظ ولم تقدر هذه النعمة التي كاد أن يفقدها العراق ويفقدها المواطن العراقي، بأنه رمي المخلفات والسياسة الخاطئة والطريقة الخاطئة اللي يتبعها البعض، إذا كانت المستشفيات أو المعامل أو الصيادين أو حتى الدوائر المعنية، وكل إنسان وكل شخص معني في هذا البلد هو مسؤول عن ما يجري للثروة المائية في العراق من تلوث، من مشاكل كبيرة، يعني بجهود ذاتية وبحسب أيضا ما جرى خلال السنوات الماضية، وكما نشوفه بالشارع العراقي بأن المواطن اليوم بعد ما ييأس من الحكومة ويمل ويتعب من الوعود والتصريحات يضطر بأنه يقوم بجهود ذاتية أو تطوعية حتى يحل أي مشكلة كانت. فبالتالي من الجهود وأيضا اللي قام به المواطن للحفاظ على الثروة المائية فقط بما يقارب الثلاثة والأربعة أيام خلال السنوات الماضية، أو في ثلاثة أيام بالعام الماضي أو العام اللي قبله، رفع 12 طن من النفايات بجهود ذاتية وجهود تطوعية من على ضفاف الأنهر، أيضا مصبات أيضا للصرف الصحي في نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى ما يتم رميه من مخلفات. فبالتالي هل نشهد
بهذا المعدل الخطير، بهذا التلوث. أيضا ما نقلنا أن أو ما تم نقله من محافظة البصرة، واللي نقل أن الزميل أيمن الشيخ، بأن المتنفس الوحيد، وخصوصا بأن أغلب المحافظات اللي مطلة على الأنهر أو حتى على شط العرف في محافظة البصرة، بأن هذه المحافظات بصورة عامة نهري دجلة، إذا كان دجلة أو إذا كان الفرات، هو المتنفس الوحيد لهذه المناطق. فبالتالي إذا عندما أو شح المياه أو جفت هذين النهرين، بأنه لا حياة في هذه المدن، لكون بأنه اعتمادها وأيضا يعني تعتبر كمتنفس أو كمصدر للسياحة في أغلب المحافظات العراقية. اليوم أغلب ما وصلنا من صائدي أسماك أو من مواطنين خصوصا في العاصمة بغداد وبعض المحافظات، بأنه أغلب صائدي الأسماك تركوا مهنتهم للروائح الكريهة المبعثة في بعض المناطق. أحد الصائدين برسالة يقول بأنه في إحدى المرات يقول بأنه سمك غرقان بالنفط، بعد ما أيضا بالإضافة إلى الروائح الكريهة. واليوم أيضا في شط العرب باختلاط المياه بالمجاري وانبعاث الروائح الكريهة وتلوث الماء، والجهات المعنية دائما تتحدث عن عشوائيات وربط المواطن مياهها أو ثقيلة من ربط المياه الثقيلة بشبكة أخرى بشبكة المجاري أو أيا كان. طيب دوركم وين كرقابة، كمتابعة، كقانون، خصوصا بأن هناك قوانين، هناك تشريعات، بأن هناك غرامات، هناك ضوابط ما لا يقل عن 50,000 وما يزيد عن 200 وعن 250,000 بالإضافة إلى الأحكام الأخرى. أين هذه القوانين؟ هل فعليا بما يذكر المواطن العراقي إحنا اليوم بحاجة إلى قانون؟ بأن مشكلتنا اليوم هي مشكلة ضعف القانون وعدم تطبيق القانون، فبالتالي كل الظواهر السلبية اللي دمر بها وكل الإشكاليات اليوم اللي دمر بها هي سببها غياب الرقابة وغياب القانون. إذا كان هناك قانون قوي يفعل والقانون فوق الجميع، فعليا لما وجدنا كل هذه أو لما مرينا بكل هذه السلبيات وكل هذه الإشكاليات اللي يعاني منها المواطن والشارع العراقي. فبالتالي اليوم المواطن من كل مدينة من كل محافظة معني بما تعانيه ثروة أو روح المدن أو سر الحياة أو الثروة المائية اليوم اللي تواجه مشكلة، اللي تواجه كارثة يوم بعد آخر. تلوث ما يقارب 125,000 لتر في الثانية الواحدة. فبالتالي يعني اليوم أمام كارثة، أمام مشكلة حقيقية. نوه أيضا مشاهدينا الكرام ونذكر بأنه بإمكانكم المشاركة عبر أيضا أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك بالتعليق على إذا كان عنوان الحلقة أو بالبث المباشر. فبالتالي إسلام يقول بأنه لماذا لا يقوم البرلمان العراقي بتشريع قانون يجرم ويرفض عقوبة صارمة على كل من يقوم بتلويث مصادر المياه ومصادر المياه في البلد. وبالتالي اليوم المواطن إبراهيم يقول بأنه التقصير واضح من الحكومة، الجميع مقصر إبراهيم اليوم، مو بس فقط الحكومة ولكن المواطن أيضا مقصر بمخلفاته، بأيضا الكثير من الظواهر والحالات السلبية. بما يخص محور حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأيضا اليوم بعض المواطنين اللي يعبرون عن اجتياهم واللي يوصلون رسالة بالحفاظ على الثروة المائية، المواطن يقول لك بأن احنا اليوم نشوف تصريحات، نشوف كلام، نشوف قرارات، نشوف قوانين، بس ماكو أي اهتمام. فبالتالي اليوم اتهامات للدوائر المعنية، للمؤسسات، للمستشفيات من الكارثة اليوم اللي يمر بها نهري دجلة والفرات، ومن أيضا شط العرب برمي المخلفات، وأيضا دون معالجة. بأنه اليوم في ظل يعني في عام 2019 والتطور
العلمي والتطور التكنولوجي بالحفاظ على البيئة، بالحفاظ على المواطن، خصوصا بأن اليوم البلد يمر بمعدلات تلوث خطيرة، إذا كان في المياه، إذا كان في البيئة بصورة عامة، بكل مدينة بكل محافظة، وتتراوح أيضا تتفاوت نسب التلوث ما بين محافظة وأخرى. كيف نمنع هذه الكارثة من تفاقمها، من الزيادة، إذا كان اليوم الجميع يرمي الكرة في ملعب جهة أخرى؟ اليوم المواطن يلوم الجهات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات الحكومية بالمقابل تلوم الجهات المعنية الأخرى دون معالجة. أو أيضا كل جميع يتحدث بأن الموضوع يتطلب تدخل سلطات عليا، فمتى تتدخل هذه السلطات لحل المشكلة بصورة جذرية، خصوصا بأن اليوم بأن المواطن هو قريب على ضفاف الأنهر، يطل على نهر دجلة أو الفرات والمي بيته مقطوع، أو بأنه يواجه صعوبة بالحصول على مياه صحية وأيضا نقية. كذلك الحال بأنه اليوم المواطن يذكر بأنه أي إجراء بالحفاظ على البيئة، بأنه اليوم هناك طرق كثيرة مو بس فقط بما يخص المياه أو نقاوة المياه، أو بإيجاد طرق بديلة وعلمية باستفادة من التجارب الدول الأخرى بتصريف المياه المجاري، أو إيجاد حل لمياه شبكة المجاري. حقيقة يعني مشكلة يعاني منها المواطن على مر السنوات الماضية. فبالتالي اليوم مواطن من البصرة يقول اليوم الكل المقصر، ابتسام برسالة عبر صفحة البرنامج، يقول بأن اليوم الكل مقصر، الشعب والحكومة، لكن السبب الرئيسي للحكومة لأن مراقبة ماكو مع شديد الأسف. اليابان تأخذ النفايات وتضعها في حاويات تدعم تقنية، كلما وضعت فيها النفايات تزداد سرعة الانترنت، ومع شديد للأسف اليوم المواطن في ظل الثروات وخيرات البلد يتأسف عما يمر به البلد، يتأسف عن غياب حتى أبسط حق للمواطن، أو حتى بحفظ حياة المواطن من الأمراض، من التلوثات. فبالتالي يعني مثل ما نقول الوقاية خير من العلاج. المواطن يتعرض إلى التلوث، يتعرض إلى مشاكل صحية أخرى، يرجع لي الدوائر الصحية والمستشفيات بأن هناك تقصير، هناك عدم اهتمام. فبالتالي يبقى المواطن مستمر بدوامة من الأزمات، من المشاكل سببها التقصير من المواطن أو الشارع أو المواطن البصري أو أي مواطن كان في عموم البلاد ومن المؤسسات والجهات الحكومية. أيضا بتعليق آخر عندنا اتصال، أبو مهند من الموصل. رمضان كريم عليك أبو مهند. دكتور العزيز تحياتنا لك. رمضان كريم علينا وعليكم. على الجميع ان شاء الله. ابو مهند من موسم مخيمات حمام العلين. نعم. الامريكي. نعم ابو مهند. اريد اشارككم بالموضوع بس عندي ملاحظه صغيره بعدين. تفضل ابو مهند. هي ممنوع عجير من نفايات بالنهار. نعم. هذا غسيل وشرب وهو تعليم لنا المي. نعم. وظاهرة غير حضارية. نعم. ثاني شيء ملاحظة صغيرة، احنا بالمخيمات سويسرا تعبانين، ورحنا تعبان بالمخيمات يعني كهرباء على المولدة، ومخيم كشرة ما يقبل يبدلوها لنا. نعم. مزقة ويعني حيلة، وجانب العيد لا أحد زارنا، لا أحد وزع لنا، يعني ما عدا العياذ الرحمة وما عدا الأشياء الهجرة، ما حد جانا تبرع من المسؤول الحال. صار المخيمات تعبانة وضعية الحياة المادية والأكل باكر يكفي اللي يكونوا لنا المنظمات. يا الله أستاذ العزيز، زمان إذا حصلكم ما حصلكم. طيب اليوم ليش حصلكم؟ أبو مهند. نعم. برمضان ماكو اي جهه قدمت لكم مساعده، اذا كان كبطاقه تموينيه، مبالغ ماليه من قبل وزاره الهجره؟ لا 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 تعيش انت بمبالغ ماليه منظمات معنيه بهذا الشان؟ لو ماكو كل شيء، ماكو بس وزاره الهجره توزع سلل او غذائيه بس ما تكفي يعني. نعم. كل
كل عائله تعطيهم كل عائله على الكرت مال خيمه تعطيهم كرتون يندس، هاي عوائل كبيره ما تكفيها فيها موزعون، ما موزعون بس عوائل ما تكفيها فيها، اكو 10 نفر اكو 15 نفر ما تكفيها فيها. نعم اخوي العزيز نطالب من عبر قناه الشرقيه، قناه العراقيه، قناه الفقير، ومن استاذنا سعد البزال الله يحفظه ويرعاه والموظفين انتم وقناتكم الميسورين، مو بس عن البوصله القديمه ترى نعم. مهم البوصله القديمه المخيمات كانت كلها جوع قدام العيد، يعني اطفال لا ملابس لا كمثل الاوادم اغلبيتها يعني حتى رمضان ما صمتوا يعني قبل رمضان اكل ما يكفيها يعني. نعم توزع على جو المهجرين بس ما يكفي، يوزعون غاز يوزعون مثل الغذاء بس ما يكفي، الدعم اكثر الدعم اكثر نعم وضحت الصوره ابو مهند من الموصل، نشكر مشاركتك واتصالك. حازم من بغداد تحياتنا لك حازم. عمي رحم الله عليك الله يبارك فيك. نعم هذا نصيري صوت التلفزيون حازم حتى ينقطع الاتصال التعال الهواء مباشره. سعد شلونك؟ شلون عافيتك؟ تحياتنا لك. سعدي اي سعدي نعم سعدي سعدي بالنسبه لرئيس الوزراء من طاع على العقود مال مال العاصمه ليها سم بلديه الغدير حتى ماخذ نوط مال شو اسمه العمل مال محافظه بغداد وليها الله وكيلك 200 دينار ما يسوى الا 27 سنه عمره. زين. اي والله تعال ماكو ليها بس عقد يومي هيك. طيب. يعني بس نصيري صوت التلفزيون، انت حاليا بصفه عقد 10 سنين. اخ حازم. حبيبي. انت حاليا موظف بصفه عقد في بلديه الغدير؟ اي. طيب، شنو مشكلتك؟ اليوم بان راتبك ما زاد؟ لو ما حظيت امتيازات العقود؟ انت رئيس وزراء. نعم. اي. نعم استاذي. رئيس وزراء مو انت تثبيتهم. طيب. اي استاذي. ما في وضحت الصورة، وضحت الصورة حازم، اليوم أنت قاعد تناشد وتطالب بقرار مجلس الوزراء القاضي أيضا بتحويل الأجور إلى عقود وأيضا بأن العقود يتمتعون بامتيازات الملاك الدائم من ناحية مخصصات ومن ناحية الرواتب، وبالتالي أنت اليوم تتساءل وين هذا القرار وين هذا القانون بأنه حتى رواتبنا ما زادت ما شفنا أي شيء يذكر، أتمنى بأن توصل رسالتك وأغلب المواطنين والموظفين اللي يشكون من هذه القرارات إذا كان بصفة عقد أو بصفة أجور يومية بأنه أغلب هذه الدوائر أو بعض الدوائر لم تلتزم بهذه القرارات. عندنا اتصال آخر عبد الرحمن من صلاح الدين، رمضان كريم عليك عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله عليكم. نعم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الصحة أستاذ شلونك؟ تحياتنا لك. أنا من محافظة صلاح الدين قضاء بلد ناحية يثرب. نعم. أشكرك ممنون تحياتي. موضوع المياه والتلوث اللي يصير في يعني خاصة عندنا يعني شريان الحياة هو نهار بجدة. أسمعك عبد الرحمن. نعم التجاوز اللي بيصير على نهر دجلة نعم. من بعض المواطنين ابتداء من سامرة نزولا الى المناطق المحاذية بالحاقي ناحية يثرب باتجاه الحاكمية باتجاه المناطق اللي نازلة باتجاه بغداد. نعم المنازل اللي نازلة محاذاة نهر دجلة يعني ما اقول الاغلب اقول اللي ما عنده يعني صوت من الله سبحانه وتعالى مجاري الصحية الصرف الصحي يعني مباشرة تنزل عشر. طيب. وماكو متابعة يفترض انه هناك لجان تشكل بهذا الموضوع لمتابعة هؤلاء ومعاقبتهم لانه هذا المي بده يسبب امراض وكوارث عندنا في مناطق يعني اللي هي تشرب منها بجلة. يعني اولا هي اعتقد موضوع وطني انه هذا الموضوع انه هذا ميك وحياتك اللي تعيش من عتها انت مو معناته انه الصرف الصحي والفكره والمرافقات الصحيه ما يسوي له خزان تنزل مباشره على الشط. طيب. وهذا الموضوع يعني لا بالاسلام هو جائز ولا كانسان شريف او يقول اني مثلا وطني او انا اخاف الله واحنا في شهر رمضان، هذا الموضوع يعني مو اليوم من زمان سابق.
فاللي ارجوه من المختصين بهذا الموضوع انه يتابعون عبر نهر دجله بحيث يكون يشوفون اليمين ويسار اللي ساكنين على نهر دجله انه المياه ما توصل الصحي وين تنزل. زين. يعني هذا بدا من سامراء او من المناطق اللي المحاذيه او القرى او المدن المحاذيه على ضفاف نهر دجله وصولا للعاصمه بغداد. احسن، لكن نعم. انا في مناطق احدد مناطق الضلوعيه ناحيه يثرب يعني نعم. هاي المناطق اللي دا اسمع وارى واشوف انه بعض الناس انه المي الصرف الصحي ينزل على المناطق، اما في المناطق الاخرى اكيد اذا ماكو متابعه ابتداء من نعم. من منابع نهر دجله وانت نازل موصل غيرها اكيد اكو امور الصرف الصحي دا يصير كذا، خاصه المستشفيات يعني موضوع المستشفيات موضوع جدا يعني مهم بهذا الموضوع، لان احنا هسه امراض بتطلع عندنا لكن ما بنتابع موضوع انه الصرف الصحي المستشفيات مباشره نعم. ينزل بالشاط، يعني تعرف حضرتك انه الصرف الصحي مال المستشفى شنو اللي بيه يعني خاصه العمليات غيرها ما ادري منو النفايات تنزل من طيب. من المياه اللي ينزل على مياه المستشفيات ينزل مباشره على الشاطئ بدون محاذاه. هل اليوم يعني هاي المشاكل اليوم المي الاساله اللي دا يوصل للبيوت اللي دا يوصل لك اخ عبد الرحمن دا يوصل نقي 100% لو بيه ملوثات لو بيه مشاكل يعني على هاي نسبه التلوث الكبيره اللي دا يشهدها نهر دجله. والله استاذ العزيز اغلب المواطنين الان يعني اقول تقريبا 80% بداوا يشربون مي هذا المي المصفى يعني نعم. اللي هو ناخذه من شركات المياه ومن المعامل مستورد لو محلي نعم ماي مستورد لو محلي يعني هي شركات محليه وناس مواطنين دا نعم. يسوون يعني معامل مال مي ويبيعون ما اعتقد هم ايضا خاضع للرقابه لانه مواضيع انتشرت بدون موافقات وزاره الصحه يعني هذا الموضوع يخص وزاره الصحه زين دوائر البلديه دوائر البلديه بلد او الدوائر المعنيه اذا كان من لجان البيئه او دوائر البيئه او دوائر البلديه او حتى الصحه اذا كان يعني هناك افتتاح مطاعم او مقاهي على ضفاف الانهر بدون موافقات لها دور بتوعيه لها دور بمحاسبه بتشريع او بفرض قانون لو دورها غائب اليوم ما لها اي دور على بحمايه النهر بايضا يعني محاسبه المقصر اليوم مثل ما تشوف يعني المواطن مقصر بهذا الاتجاه. والله يا استاذ يعني احكي لك بمراره يعني موضوع المراقبات مو فقط على هذه المواضيع يعني البلديه الدوائر المهمه الصحه البيئه يعني يفترض ان تكون هناك لجنه مشكله من جميع الاطراف اللي هي تهم حياه المواطن يعني صحه المواطن. أنا من إنسان ابني أو ابنك أو طفلي أو أي طفل يصاب بمرض لا سمح الله من هذه الأمراض يعني الفتاكة سببها المياه يعني تروح للمستشفيات يصرف اللي عنده واللي ما عنده دا يحطن على ابني والسبب إنه إحنا كعراقيين وكمسؤولين خلينا نقول يعني أناشد المسؤولين ذات العلاقة بهذا الموضوع. نعم. إنه إلى متى يعني هذا لا أبالي في موضوع موضوعنا احنا كعراقيين، موضوع صحة أطفالنا، موضوع بيئتنا، موضوع مياهنا اللي هي شريان هاي الحياة اللي بتشرب بها الناس ممتدة من مصادر نعم. نهر دجلة إلى أن تصل البصرة يعني احنا يعني موضوع وطني اعتبره موضوع يخص الدين إذا احنا ندعي بالدين وخاصة نعم. إنه الآن الكتل الإسلامية هي حاكمة البلد يفترض ان يكون هذا الموضوع باولويات مهمه جدا نتابع هذا الموضوع. نعم تحياتنا لك اخ عبد الرحمن وصلاح الدين. عندنا اتصال اخر ابو حسين من بابل. رمضان كريم عليك ابو حسين. علينا وعليك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اخوي احنا بخصوص الاجراء يتحولون الى عقود نعم ويتمتعون بالامتيازات حال الموظفين الملاك. نعم. اللي سمعتك مساحي جيرت. لا انا تعقيبا على اتصال احد المواطنين اللي يشكو بانه صح. اليوم ما حظى باي امتيازات او حتى بزياده راتب او شيء يذكر وفق ما جاء في القانون او في ما جاء توصيه مجلس الوزراء. يعني مع الاسف نعم. بعد اكو بعض الدوائر والمدراء العامين يحتالون على هذا القرار. يعني يجي يقول لك انت صحيح انا شملك بس شملك بالنص. الاجازه مالتك مو ثلاث ايام كل موظف ملاك ياخذ.
انا اعطيك يوم واحد. امتيازات ايش قد حوافز؟ اكو دوائر بها رابحه بها حوافز. امثل لك مثال صندوق الاسكان. نعم. احنا يدعمونهم صندوق الاسكان العراقي. هذا يقول لك انا لا اعطيك امتيازات نص. زين. ما اعطيك امتيازات كامله. اكو بعض الموظفين يطلعون كشف اعطيك اجور كشف، انت ما اعطيك اجور كشف باعتبارك انت عقد. يا ضم القانون يقول مساواتهم باقرانهم من الموظفين الملاك. نعم. شلون يعني انت تخترق القانون؟ وشلون ما تطبق القانون لحد الان؟ يعني اليوم 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 القانون ده يتعامل بعض المدراء الدوائر ده يتعاملون بمزاجيه بتطبيق القانون. عافيه. طيب انتم كم عددكم؟ بصوره سريعه حتى بنخرج عن موضوع الحلقه. ان شاء الله راح نسلط الموضوع او نسلط الضوء على هذا الموضوع في الحلقات القادمه. يعني انا عندك تستضيفك احد لصندوق الاسكان العراقي. نعم. الله يخليك. وشرح هاي الموقف، انا مره هم اتصلت بيك. نعم. وشرحت لك الحاله. ماكو يعني الدوله واحد وصندوق الاسكان واحد. شنو مشكلتك؟ رئيس الوزراء يقول شكل ما طبق، مدير عام يقول لك انا ما طبق. نعم. هذا الشيء. نعم ان شاء الله. دز عليها المدير الوزير ونفس الشيء لحد الان ما طبقت، ما حولتنا عقود. نعم. يوميه باكر يوميه. اتمنى بان تتواصل ويانا ابو حسين على التليجرام، الارقام الظاهره اسفل الشاشه اللي قاعد تظهر تباعا، تواصل ويانا عبر التليجرام. ونشكر مشاركتك واتصالك. عمار من البصره، رمضان كريم عليك عمار. السلام عليكم اخ عمر. عليكم السلام. اخ عمر، بالنسبه للاسف دائره خدميه متعلقه بها حياه المواطن اليومي. نعم. وهذه الدائره كدوائر الدوله بعالم ودائره مديريه مجاري محافظه البصره بعالم. يعني هسه استاذ عمر انت لو شوف ان دائرتين مهميات بالعراق كلها هي الكهرباء والمجاري. نعم. هسه شوف الكهرباء لها دعم لا محدود ووصلت الى مرحله تقريبا 80%، لكن عندك دائره المجاري مالت البصره او جزء باقي المحافظه يعني للاسف منسيه كانها في عالم اخر. اليوم 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 دائره تعبانه استاذ. نعم. عمر من ناحيه الاليات الحفظيات الصاروخيات كلها موديلها يعني من الثمانينات. راح اضرب لك مثال، عندنا منطقه شعبيه عدد يعني البيوت فيها اكثر من 3000 بيت، عندهم كسر، الكسر طوله 3 مترات. نعم. مال انبوب، هذول صار لهم 3 سنوات شو يسوون هذا القاطع؟ يوميا يطلعون لك 5 حوضيات يسحبون اليوم وثاني يوم يرجع. يابا هذا الكسر ليش ما تعالجونه؟ قالوا والله ميزانيه ماكو، امكانيه ماكو. زين الاجور اليوميه استاذ عمر قلت لك انا قبل 3 أيام 4 أيام خطيه صار لهم 3 أشهر لهذه اللحظه ما مستنيين الرواتب. نعم. اخ عمار يعني اليوم قضيه فلوس ماكو. يعني اليوم بصوره المشهد في محافظه البصره والمشهد في محافظه البصره والصوره في محافظه البصره، بانه لما ناقشنا خلال الاشهر الماضيه بانه مجلس المحافظه او الجهات المعنيه او الحكومه المحليه بالمحافظه من خصصت 85 مليار للبصره برفع النفايات، حتى هذه اللحظة بأن البصرة غارقة بالنفايات، كذلك الحال بما يخص شط العرب اليوم اللي ملوث اللي يعاني واللي أيضا يعني هناك من يقتل الثروة أو المياه في العراق. أخ عمر. ألو. أسمعك. أخ عمر قلت لك أنا مو صار لي شهر أدور لي بس على عضو مجلس محافظة أو عضو مجلس نواب أطلع. نعم. عليه هذا الموضوع ما لقيت، بس البارحة صادفيت 3 أعضاء مجلس النواب، تدري وين لقيتهم؟ لقيتهم بأحد المساجد، لأن البارحة ذكرى استشهاد الإمام علي، فلقيتهم يلقمون. نعم. فلقيت أحد أعضاء مجلس النواب، قلت له يابا صار لي شهر أدور على واحد، قال لي إي تعال اطالع العنوان مال المكتب، والله يا أستاذ عمر وأنت ما محلفني، رحت المكان المكتب ساعتين أثر علي آخر شيء سألت قال أبويا ماكو مكتب للنائب الفلاني، بس يعني تصور في بيت الله وفي شهر رمضان وكذب عليه طال العنوان بالغلط. تحياتنا لك أخ عمار من البصرة، وبالتعامل ويا المواطن بهذا الشكل وباستغفار المواطن. اليوم المواطن اللي يحب يغير من واقع مدينته ومن بلده نحو الأفضل، اليوم المواطن يظل المليارات اللي دا يسمع عنها عبر مواقع التواصل ومن خلال القنوات الفضائية ويتأمل خير بأن القادم أفضل وفق الميزانيات وفق المخصصات اللي خصصت للمحافظات
وما زالت المدن غارقة بالإهمال، غارقة بالنفايات، غارقة بالفساد، وأيضا هناك من يتحايل، من يصعد على أكتاف المواطن الفقير، مستمرين بسياساتهم وبكذبهم على المواطن. عندنا اتصال آخر، أحمد بن الموصل، مساء الخير أبو أحمد. نعم أبو أحمد. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. بس على مود على طول تقولون على أعضاء مجلس محافظة نينوى والفاسدين. خارج محور حلقتنا أبو أحمد، إذا عندك ملاحظة تفضل. نعم. تفضل أبو أحمد. على أعضاء مجلس محافظة نينوى والفاسدين، ليش ما تعلنون عن أسمائهم حتى الناس تعرفهم، حتى ما ينتخبوهم مرة ثانية؟ نعم. نصير لصوت التلفزيون أبو أحمد. المواطن يعني اليوم برسالة، والمواطن الموصل اليوم ده يتظاهر وده يحمل لافتات وده يحمل شعارات خاصة في الموصل، ولكن لو نجي بصورة عامة بأن المواطن العراقي في كل محافظة هو غير راضي عن أداء مجالس المحافظات ويطالب بإلغاء هذه المجالس كما هو الحال في مدينة نينوى. تحياتنا لك أبو أحمد ونشكر مشاركتك واتصالك. إذا مشاهدينا الكرام، فيما يخص محور حلقتنا وتلوث المياه وأيضا السياسات والخطط والأساليب اللي تؤدي إلى قتل الثروة المائية في العراق وسط إهمال ووسط ضحك ووسط تشريعات وقوانين لم تجدي نفعا بمحاسبة المقصرين، نتابع هذا التقرير ومن بعدها نستقبل آراءكم واتصالاتكم ومقترحاتكم فنتابع. بسبب انعدام رقابة مؤسسات الدولة على الأنهار وكذلك قلة وعي المواطنين، أصبحت الأنهار مكبا لكل الملوثات الصناعية والمنزلية دون أي وازع ولا ضمير، حتى باتت الأنهار التي تعد شر الحياة مهددة بكارثة جراء ما يرتكب من مخالفات اتجاهها. إن مياه مجاري الأحياء والمناطق السكنية التي تصب في الأنهار والنفايات الصلبة التي تلقى وتسرب الأسمدة الزراعية خاصة عند غسل الأراضي الزراعية بسبب مياه الأمطار وصيد الأسماك بالسموم والمبيدات وتصريف المياه العادمة الناتجة من جراجات الغسل والتشحيم والتي تحتوي على الدهون والشحوم والمواد الهيدروكربونية مع انعدام المعالجات البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية لعدم وجود محطات معالجة مياه الصرف الصحية المتطورة تؤثر تأثيرا مباشرا وفعالا في نوعية المياه وتسبب في ارتفاع تراكيز بعض العناصر والمركبات الكيميائية. التشريعات البيئية العراقية تعاقب الملوثة للبيئة والتي تتعلق بتصريف مخلفات صناعية وزراعية إلى الأنهار أو المسطحات المائية أو المياه الجوفية وفقا لأحكام المادة 20 من القانون التي تعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 إلى 200 ألف دينار، وأن نظام الحفاظ على الموارد المائية رقم 2 لسنة 2001 نظم موضوع المحافظة على المصادر المائية من التلوث وحدد المخالفات بضمنها رمي المخلفات إلى المياه العامة، وألزم أصحاب النشاطات المختلفة باتباع أساليب وطرق معينة في الحفاظ على البيئة من التلوث. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أيضا في الآراء والتعليقات أيضا اللي قاعد توصلنا عبر التليجرام وعبر صفحة البرنامج وعلى البث المباشر. أحد المواطنين يقول بأن استعادة السهول الفيضية فيتعمل كالإسفنج فتنتصل مياه إلى باطن الأرض، وأيضا عدم رمي النفايات في الأنهار والبحيرات ومحاولة تنظيف القمامة الموجودة وتجهيز المزارعين بطرق عملية لتصريف المياه الضارة بعيدا عن مصادر المياه، وأيضا منع إزالة الغابات وتدمير المراعي حيث تعد من العوامل الطبيعية لتنقية المياه، وأيضا تخزين الموارد والتعامل معها بطريقة واتخاذ التدابير أيضا لمنع تسريبات مياه أو نظام تصريف المياه. ولكن اليوم ببعض الصور اللي شفناها من خلال التقرير إلى أين أيضا اليوم دا نشوف أو إلى أين تتجه الثروة المائية في العراق، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم المواطن، يعني الحكومة تلوم المواطن، وأيضا عدم وجود تخصيصات مالية والمواطن يلقي اللوم على المؤسسات المعنية، وكلا الطرفين هو مقصر باتجاه هذه الثروة. لا حياة بلا ماء
فهل سيستمر المواطن أيضا برمي المخلفات والنفايات وأيضا مخلفات المعامل والمستشفيات وإلى ذلك في الأنهار أو في شط العرب أو أيا كان؟ عندنا اتصال. مهند من الموصل، مساء الخير مهند. وياك. نعم مهند. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو مهند، أستاذ عمر أبو مهند. أبو مهند، نعم أبو مهند. شكرا سهل عزيز. تحياتنا لك. قبل شوي خابرتك في ربع اتصال. نعم. شاركتكم بس عندي ملاحظة واحدة إذا ما في زحمة من قناتكم. نعم. على مود احنا شرطة النفط المفصولين. شرطة النفط؟ نصيري صوت التلفزيون أبو مهند، نعم. رمضان يرجعونا. قابلنا قبل أسبوعين. فوق شطة النفط عزالة. منو اللي قال لكم بأن برمضان راح ترجعون؟ والله كويت شعار، لأن احنا قابلنا قبل شهر، قبل رمضان قابلنا. نعم. شرطة النفط الشمال. نعم. ناشد وزير الداخلية وكيل أخدم لواء قاسم ومن قناة من شاشتكم الطيبين. نعم. لأن احنا تقريبا 1800 منتسب، عوائلنا كلها بالمخيمات ساكنة. بلا زحمة. أسمعك. نعم أبو مهند، تحياتنا لك ونشكر مشاركتك وانتصالك. أيضا أنسلط الضوء على بعض الآراء والتعليقات. وجود فلتر مياه ذو جودة عالية في البيوت ضروري جدا للحد من تلوث الماء الذي يصل للبيوت. إحنا المشكلة مو بالماء اللي واصل للبيوت، إحنا المشكلة بالمصدر الرئيسي ل الماء الواصل. يعني اليوم تتحدث عن فلتر مياه، ولكن اليوم إذا انعدمت هذه المياه وإذا زادت نسبة التلوث في معدلات خطيرة بأنه حتى فلتر المياه يكون غير قادر على تصفية هذه المياه. احنا اليوم نبحث عن حل جذري. برسالة موصولة إلى الجهات المعنية اللي هي اليوم دورها غائب، مثل ما يقول عمار من البصرة بأن البصرة بوادي والجهات المسؤولة والبلدية والبيئة والصحة بوادي آخر، ومو كأنها موجودة بالعراق وكأنها موجودة بالبصرة في ظل ما تعانيه المحافظات العراقية. اليوم المواطن يتساءل لماذا لا تذهب وفود من وزارة المياه إلى الدول المتقدمة للاستفادة من تجربتها في المحافظة على مصادر المياه من التلوث. واليوم المواطن الشيخ أحمد يقول بأنه حلم، ما أعرف إذا كان يقصد ب حلم التطور أو حلم بأن المواطن اليوم ينعم بثرواته أو حلم بأن اليوم الحفاظ على ثروة مهمة ونعمة مهددة بالزوال بسبب سوء إدارة وبسبب تخطيط خاطئ وبسبب أيضا قانون لا ينفذ. مثل ما ذكر أحد المواطنين من مدينة أو من قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، يقول لك بأن احنا عندنا سنوات بيوت انبنت على ضفاف الأنهر وماكو شبكات لتصريف المجاري، فبالتالي تسوق في نهر دجلة، وكذلك هو الحال لمنازل أخرى بالإضافة إلى النفايات اللي ترمى على نهر دجلة بدون رادع بدون رقيب بدون لجان. دوائر البلدية اليوم دورها غائب والجهات الأخرى أيضا دورها غائب كلجان رقابية أو كمعنية بهذا الأمر. لما وصل الوضع أيضا إلى مشاكل كثيرة بأن المواطن اليوم غير متخوف بأن تكون الجهات المعنية في القريب العاجل بأنه غير قادرة على لملمة الأوضاع أو حتى بالحفاظ على هذه الثروة. أيضا برسائل وتعليقات أيضا حول هذا الموضوع، خصوصا بأن الأغلب اليوم يمتنع عن التعليق ويضطر إلى إرسال الرسائل تخوف من المحاسبة أو بأنه رأيه ما يعجب جهة معينة أو يتعرض إلى مضايقات. وسام من كربلاء يقول مع شديد الأسف في العراق هيك يصير، بس هو صحيح سبب المواطن، بس إذا البلديات ما تجي قابل يجمعها بيته أو يأخذ الحاوية على عاتقه ويروح يجمعها ويذهبها أماكن خاصة، مفروض هناك رقابة
للبلدية دوام يومي وحقيقي وليس كاذب، ومن المستحيل المواطن يرميها في الشارع إذ توفرت له هذه الخدمة، لكن اللي تشوفه في المياه هو دليل على تناقض وإهمال الجهات أو تناقص وإهمال الجهات البلدية. وتحياتي لكم. تحياتنا لك وسام. عندنا اتصال سعد من بغداد. مساء الخير سعد. مساء النور. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا بالبداية نشكر قناة الشرقية أنه تتوجه الأنبار إلى هاي المشاكل. نعم. نعاني منها. أستاذ أتصور يعني إذا تشاركني الرأي المشكلة أبعادها والمسؤولين عنها مشتركين من شعب، من ثقافة. نعم. من حكومة، من أجهزة حكومية خاصة بهذا الموضوع، من وزارة بيئة، من وزارة التخطيط. دائما نبحث عن المشاكل بالحلول دائما. نعم. هذا الحل لازم يكون الحل مشاركة بين الكل، بين الجهات الحكومية من جهة، فرض غرامات كما ذكرت حضرتك، وبين المواطن وثقافة الشعب، أنه الشعب لازم يتوعى ويثقف برامج بغيرها، أنه هاي المياه إلى أنه ما يصير هذا اللي يسويه لي أثر على غيره. بس إحنا مع الأسف يعني بالوقت الحالي نحن نقول قلت نسبة المواطنة في العراق، وما حد يريد يتحمل المشكلة، واحد يديرها على الآخر. فأنا برأيي أكو وزارة التخطيط وأكو وزارة البيئة مفروض يشتركون بهاي المسائل إيجاد حلول، وأيضا البرامج التعليمية للمواطنين. اليوم من هذه الثلاث حالات اللي ذكرتها والثلاث حلول أو مقترحات، بأنه اليوم ما بين البيئة وما بين إذا كان الموارد المائية وإذا كان وزارة التخطيط أو حتى بتثقيف وتوعية للمواطن، هل نقطة من هذه النقاط أو جهة من هذه الجهات قامت بدورها اليوم تحس بأنه هي مهتمة بما يخص الثروة المائية في البلد؟ يعني صراحة على مود ذلك نفسنا أو نخدع نفسنا، الكل التقصير على الكل. نعم. التقصير على الكل، قلت لك من جهة مواطن أو من جهة جهات حكومية، يعني مفروض تعاون يصير بهاي المسائل بحيث نوصل، يعني احنا ما راح نحل المشكله نهائيا، بس يمكن نوصل بها الشيء يعني اقل ضررا. نعم. للبقيه، وخاصه احنا المياه، يعني احنا بلاد رافدين، يعني احنا من ثرواتنا الطبيعيه الاوليه بالمرتبه الاولى. نعم. الانهر الفرات ودجله. نعم. وضحت الصورة أخ سعد. نعم. تحياتنا لك ونشكر مشاركتك واتصالك. اليوم من محافظة البصرة اللي يقولون بأنه احنا شكلنا لجنة تطوعية من بنات وشباب مهمتنا تزيين الشوارع، لكن هناك محاربة من بعض المنتسبين المدعومين سياسيا يدخلون على الفيسبوك ويقومون بتهديدنا في رسائل ويطلبون أموال من بعض المتطوعين معنا والتقاط صور لنا من بعيد وتنزيل منشورات مسيئة لنا. يعني اللي يريد خير للبلد ليش ما يريدوا؟ عندنا اتصال آخر. أبو محمد من جلولة. مساء الخير أبو محمد. كيف الحال أستاذي؟ تحية لك والقناة كل موقرة. تحياتنا لك الكرام. إذا شوفوا بالقناة عن قضية الموارد المائية والأوساخ. نعم. نعم. هو تقريبا تعليقنا على الدولة. سابقا يحاسب المقصر، الآن نقوم محاسبة للمقصر، وده نشوف بعم عيننا خاصة في ناحية جلال العادلة، ناحية قضاء خانقين محافظة ديالة. يعني إذا نشوف التقصير يجي شكر تقدير. نعم. من المحافظة أو من المركز هذا الدائرة مالته. طيب. وين التقصير؟ التقصير هنا بنقطتين. اولا ما شفنا اي تدوير لمدراء الدوائر الحكوميه نهائيا من 2004 2006 صار تغيير داخل المدينه، لكن بالاطراف ما صار نهائيا. نعم. فساد يكثر، والمقصر من تقدم عليه الشكوى تلقاه بعد يومين ثلاث ايام يجي شكوى تقدير، ومع ان شفناه في ناحيه جلولة رايناها. نعم. يعني ما يحتاج لها دليل او اي شيء ثاني. ثانيا نطلب من السيد محافظ دياله شخصيا الاشراف على هذه القضايا التدويريه او التقصير، مثلا اذا انا حجر الاسديه وساخه اروح اشوف وساخه بها، المي بها كل ايام يوم يجي او يومين ثلاث ايام ما يجي مره. هذا ولما نسمع المواد المائيه بانه السدود مالتنا راح ينهار وينفجر من الجرائم والسيول الكثيره لها، طيب هذا وين يروح المي؟ ثانيا
هل انه هاي الوساخه اللي يتراكم بالفروع او النواحي او المناطق مالتنا، هل دوائر نتمنى بان توصل رسالتك ابو محمد او ابو احمد او ابو محمد من جلولة، ونعتذر منك لانتهاء وقت البرنامج. تحياتنا لك ولأهالي ديالى، نلتقيكم في حلقة يوم غد موضوع جديد إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.